منصور من مكة المكرمة، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة طال عمرك. سم. السؤال الأول، الأعمال في مكة المكرمة هل هي مضاعفة 100,000؟ طيب شكرا يا منصور، بارك الله فيكم. الأعمال في مكة المكرمة هل هي مضاعفة؟ الذي ورد فيه المضاعفة الصلاة، صلاة في مسجدي في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في مسجدي يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فالتي تضاعف الصلاة. ولكن على كل حال المكان، شرف المكان وشرف الزمان فيه زيادة أجر في الأعمال الباقية. نعم.